شفتي ليه طقمت مع لعبتها الجديدة؟ أشوف واو والله تشبه لها نفس لون الشعر كده بس على شوي على حمار، بس لو لابس نظارة كمان كيوت. أحب الألعاب اللي تكون زي كده مصنوعة من الصوف، مرة تجنن. الله الله الحماس يا لولي، هدايا من عمتك وعيالها. غمض عينك علي قال ما تنصرع. لا تفتحي اوكي، لا تفتحي. هذه من مين؟ هذه من جنى. اوبن يور ايز. واو كيوت، ورينا وجهه. اوه سو كيوت. هذه من جنى. ايش تقولي لها جنى تتابعك هنا؟ ايش تقولي لها لولي؟ شكرا جنى. قولي لها اي لاف يو. اوه سو كيوت. عادلين عشق الهدايا. مين ما يحب الهدايا اصلا؟ كيوت. كمان يلا. اوه ماي جاد، هذه حتى باللانش باكس. في اللانش باكس؟ قصدي تعلقيها في الشنطة. إيه؟ صح، او تحطيها في الدول هاوس اللي عندك. ايه احطها في الدول هاوس. يس. ايش كمان؟ والله الكيس ما شاء الله يا لولي. هذا اوه كيوت. عارفه انك تعرفي تحبي ترسمي وهذا الاشياء. بس دائما ايوه. وش كمان؟ اوه كلاب. اوه كيوت، مره جنن. هذا من جنى صح؟ جنى وسيف. اوه سو كيوت. اوه ماي جاد، انت كيوت بير. يس. وات يو سي؟ شكرا. روحي بوس عمتي قولي لها شكرا. هذا احلى شيء. كتب ميني نوت بوك كيوت. هذا من مين؟ الله الله ما شاء الله يا لولي، اتس يور لاكي داي، يوم عيد ميلادك ولا ايش؟ يلا خلينا نشوف. يلا ها افتحي. يلا نرجع لك ومنين تفتحها؟ خلاص يلا. ايش هذا؟ يلا خلاص البسي الحين عشان كل ما تشوفي تتذكري يور انتي. يا تعالي البسك. ما شاء الله فرحانة. عاد امير تموت بالهدايا. يحب الهدايا. تن تررن تن. كيوت. طب ورينا هنا. دقيقة بس اضبطها. اوه ماي جاد، مرة حلوة. احب هذه الاشياء مرة اللي مرة فيها حلوة. كذا اشياء كوت وكيوت. ناعمة. يا الله عليك. الله عليك. الله عليك. انا شاكلة اكثر. مدري لابسة. شكر. الله يعافيك. تسلمي. اوه ضبطتني اختي. يلا يلا يلا. والله كفو والله. عادي تنفع للاثنين. خلي يلا. حلالك يا امير. شوفوا السلسال كيف طلع اللبس، مرة كيوت.